نتعرف في درس اليوم على ضبط عناصر البرنامج. لضبط عناصر البرنامج نستعين بنافذة الخصائص التي تظهر في الوضع الافتراضي يمين واجهة البيزك المرئي، وهذا هو شكل نافذة Properties Window. أما تعريف الخاصية فهي أحد أوصاف الكائن التي تحدد مظهره أثناء تشغيله، ويمكن تغيير خاصية الكائن أثناء التصميم من خلال نافذة الخصائص، كما يمكن تغيير خاصية الكائن أثناء تشغيل البرنامج من خلال التعليمات البرمجية. ولتغيير خاصية كائن ما علينا تفعيله بالضغط عليه بزر الفأرة الأيسر، ثم نختار الخاصية المطلوبة من نافذة الخصائص ونلاحظ التالي: يتغير اسم الكائن أعلى النافذة عند اختياره، وتتغير الخصائص في نافذة الخصائص حسب الكائن المختار. طريقة تحرير الخاصية: توجد عدة طرق لتحرير الخاصية، منها الاختيار من القائمة مثل خاصية Text Align، ومنها فتح صندوق حوار مثل خاصية Font، وأيضا يوجد طريقة التحرير مثل خاصية Text. وبعض الخصائص لها خصائص فرعية مثل خاصية Size، ولإظهار الخصائص الفرعية نضغط على الرمز زائد الموجود بجوار الخاصية فتظهر الخصائص الفرعية مثل Width وHigh. إليكم جدول يوضح بعض الخصائص: خاصية Name وهي تحدد اسم فريدا للكائن، خاصية Text وهي تحدد النص الذي سيعرض داخل الكائن، خاصية Font وهي تحدد نوع وحجم ونمط الخط للنص، خاصية Anchor أو خاصية الإرساء وهذه الخاصية تحدد محاذاة الكائن عند تغيير حجم النافذة، خاصية اللون الأمامي أو الفور كولر تستخدم لتغيير لون الخط لنص الكائن المحدد، خاصية الصورة أو Image وتستخدم هذه الخاصية لتحديد الصورة التي تظهر داخل الكائن، خاصية نمط الحجم أو Size Mode تحدد هذه الخاصية طريقة عرض الصورة داخل إطار كائن. هذا الجدول يوضح بعض الاختيارات لخاصية Size Mode. الاختيار Normal وهو يجعل أن جزءا من الصورة يظهر بحيث يتناسب مع الإطار، خاصية Stretch Image وهو تمدد الصورة ويجعل الصورة تساوي حجم الإطار كما هو ظاهر أمامكم، خاصية Auto Size يجعل الإطار يساوي حجم الصورة، خاصية Center يظهر جزء من وسط الصورة داخل الإطار، خاصية Zoom يجعل الصورة تساوي حجم الإطار مع المحافظة على تناسب الطول مع العرض. خاصية المحاذاة لتوسيط الكائنات بالنسبة لبعض من خلال الأمر Centers المتفرع من أمر محاذاة من قائمة Format، ويمكن عمل توسيط للكائنات بالنسبة لنموذج من خلال اختيار الأمر Horizontally أو أفقي. وبهذا نكون انتهينا من درس ضبط عناصر البرنامج، وسننتقل إلى التقويم ثم إلى الجانب العملي. التقويم: لا يمكن تغيير خصائص الكائن أثناء تشغيل البرنامج. الإجابة خاطئة. عند تحديد الكائن يظهر اسمه في أعلى نافذة الخصائص. الإجابة صحيحة. عند تحديد الكائن تتغير الخصائص إلى الخصائص المناسبة للكائن. العبارة صحيحة. علامة زائد بجانب الخاصية تعني أن لها خصائص فرعية. الإجابة صحيحة. خاصية النص Text تحدد النص الذي سيعرض داخل الكائن. الإجابة صحيحة. وبهذا ننتقل إلى الجانب العملي.